ايه اللي قدام مجلس الوزراء شهر رمضان؟ يعني توقعي برضو زي ما سألتني قبل كده عن حضرتك توقعت ب 8 ابريل وحصل النهارده. قلت لحضرتك انه شم النسيم يوم 8 ابريل ربما يكون زي الجمعه والسبت وحصل بالفعل. توقع سيادتك يا فندم لرمضان؟ توقع رمضان طبعا الحظر المفروض ان هو الحظر الجزئي لازم هيستمر، لان هيستعين دايما برضه بالفكره بتاعه الماراثون. احنا في ماراثون ما ينفعش نيجي في الامطار الاخيره نريح او نفك عشان الموضوع ما يخرجش بره السيطره. فلازم هيكون في شكل من اشكال الحظر الجزئي. هيبتدي الساعه كام وينتهي الساعه كام؟ ده كل ده اللجنه الامنيه ان شاء الله تتدارسه خلال الاسبوع القادم وتقرر بشأنه. لكن زي ما بقول لحضرتك، هو رمضان في ميزة أساسية مش متوفرة في أي شهر من شهور السنة، ويعني لعلها هدية من ربنا أنه هو جه في هذا التوقيت. أن الشعب المصري بطبيعته في نهار رمضان هو مقل للحركة. صحيح. يعني الناس بتبقى في الصيام، فما حدش بيحب أو بيفضل أنه يتحرك خلال ساعات النهار. نعم. فده طبعا ده شيء إيجابي جدا فيما يخص مكافحة الكورونا. بنيجي بقى بالليل، الناس طبعا بتخرج في رمضان بالليل. المفروض يعني بعد الفطار كله بره. لو رمضان عادي لو رمضان عادي بيخرجوا بالليل. طيب دلوقتي الحمد لله ما فيش يعني مقاهي ولا ما فيش اي، والخيام الرمضانيه ممنوعه بقرار برضو من رئيس الوزراء. ما فيش خيام رمضانيه، المقاهي ما زالت مغلقه وستظل في رمضان، المسارح ودور السينما مغلقه الان وستظل في رمضان، فما فيش حاجه تتعمل. والمراكز التجاريه كله مقفول في رمضان، والمراكز التجاريه بتقفل، يبقى الناس تقعد في البيت الساعه 5 تصلي وتدعي وكده، ربنا يكرم البلد ان شاء الله. هي ان شاء الله. فهيكون في شكل من اشكال الحظر الجزئي. هنحدد بعد كده هيبتدي الساعه كام، وبالتعاون بقى مع النهار رمضان هو اللي هيمكننا ان شاء الله من اجتياز ذلك. نامل ان احنا على اخر رمضان كده قبل العيد نكون وصلنا لمرحله ان احنا خلاص بقى الكيرف او المنحنى بتاع اصابات الكورونا بدا يقل. يعني دلوقتي احنا هذا المنحنى بيتزايد، وصل النهارده لاعلى معدل اصابات يومي. ان شاء الله نامل على اخر رمضان يكون هذا المنحنى بوعي الناس وبالاجراءات الاحترازيه وبطبيعه شهر رمضان ان هو الناس النهار ما بتخرجش، وبالليل المفروض ما فيش في حظر فكده كده مش هيخرجوا. فنسيطر بقى على الوضع ويبتدي يعني نتجاوز هذه المرحله ان شاء الله. يعني وارد على العيد الصغير نخفف من الاجراءات وهذه القيود؟ وارد الامر يعني اللي هيحدد ذلك، اللي هيحدد بالظبط كده الامر في ايد الناس، واللي هيحدد ذلك منحنى الكورونا وصل ليه. لو التزمنا واستمرينا على نفس درجه الالتزام والاستفاده من الفرصه التاريخيه اللي بيمثلها الشهر رمضان في عدم وجود تكدسات خلال النهار. مش ما اتكلمش طبعا على التكدسات والناس مروحه عشان تفطر، ده طبيعي يعني يحصل تزاحم.